مشاهدينا مساءكم قادم هذه الليلة من سوريا أمي، مصدر الحنان والرعاية والأمان، فلننحني إجلالا أمام عظمة عطاءاتها وانتصاراتها، هذه الأم التي هي الحضن الدافئ لكل أبناء الوطن. ومساءكم أيضا قادم من المصدر الذي يحتوينا ليزرع فينا بذور الأمل والأمن والطمأنينة، من البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا، الأم سوريا أمي. كل عيد وكل أمهات الوطن بألف ألف خير، كل عام وهم شمس تنير درب حياتنا. كل عام والأم وكل الأمهات نور لنجاحاتنا في الحياة وحب الوطن، الوطن الأم، القلب الكبير، سوريا أمي. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكلك طيبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة، زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو بتشيلي يا أمي الهم بدالي، أنا موت سهري وتباتي تفكري وتصحي من الأذان وتيجي تشقري، يا ربي خليكي يا أمي، يا ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. مشاهدينا سهرتنا المنوعة اليوم بعيد الأم سوريا أمي في ساعة ونصف من الآن تتمحور حول المعاني السامية للأم وقيمة الشهادة في سبيل الأم، أمنا سوريا الأم الأرض، وتفوق الأم في مختلف المجالات الوطنية والتي تصدرت أبرز المواقع علميا وثقافيا وحتى قياديا. وبالطبع أيضا ما نستضيف اليوم في هذه السهرة المميزة عددا من الأمهات السوريات الوطنيات والمثاليات في تعدد مجالاتهن الاجتماعية والثقافية والبيئية. والآن نرحب بضيفاتنا العزيزات الغاليات على قلوبنا وقلوب المشاهدين المتابعين لسهرتنا الخاصة بهذه المناسبة الخاصة، ولكن بعد الفاصل. لإيقاعاتها نبض الحرف، تشكيلية في زمن المرأة، في زمن الحب، في أزمنة وأمكنة تمتد إلى حلب، التشكيلية والشاعرة المبدعة رانيا كرباج. أهلا وسهلا فيكي ست رانيا. تسلمي، أهلا وسهلا، مساء الخير، نورتينا اليوم. والله منورة، وإن شاء الله سورية دايما هيك متألقة. امتداد لتاريخ من دمشق عاصمة الأم الأولى، متفوقة في حضورها وتصبو إلى الدفاع عن حقوقها وحقوق المرأة، الحفيدة الطالبة الحقوقية نور أزهري. أهلا وسهلا فيكي سعد أوقاتك. أهلا فيكي، نورتينا. شكرا، تسلمي. بين اللغة والمفاهيم التربوية والقيمية كمدرسة للغة الإنجليزية، وبين المرأة العاملة في أحد المراكز الطبية السورية، الأستاذة مي عموري. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، نورتينا اليوم. شكرا. كشجرة المحبة غرست بذورها لتنبت الياسمين، أعطت ورود المحبة، فكانت أصالة من عائلات دمشق العريقة السيدة منى جبري، وهي أيضا شقيقة المخرج الكبير غسان جبري. أهلا فيك يا حبيبتي. أهلا، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. للجراح بلسم وعلاج وللناس مداوات طوال ساعات الليل والنهار، الدكتورة منال خريمي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك مدعمة، نورتينا. منال خريمة، أهلا وسهلا فيك. دكتورة منال خريمة، أهلا وسهلا.
تربويتهم تعنى بشؤون الطلبة وبنات المستقبل. المرشدة النفسية والأديبة رغداء خير بيك، أهلا وسهلا فيك ست رغداء. أهلا وسهلا فيكم، ينعاد على كل أمهات العالم وعلى أمهات سوريا بالأخص بالخير والبركة، وإن شاء الله النصر القريب يا رب لسوريا. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكم، نورينا اليوم كلكم. أهلا وسهلا. وأيضا عاشت هنا فأصبحت جذرا من الأمومة السورية، امتدادها أبناء سوريون، الشقيقة السورية الروسية ماريا فيرنشوك، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، شكرا لكم لاستقبالكم بالتلفزيون السوري. أهلا وسهلا فيك. وأيضا بين الهندسة والانفتاح على الإنشاء والتعمير لبناء الإنسان صرح آخر، المهندسة المدنية الروسية السورية غالينا سيديروفا، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، شكرا لك، نورتونا. وأيضا بين الطب والبحث العلمي وبين الحفاظ على الصحة والبيئة في حياة سليمة كان لها باع واشتغال واسع وأسهامات تستحق التقدير، الدكتورة سهير الريس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، وكل سنة وسوريا وكل أمهات سوريا بألف خير. أهلا وسهلا. وأيضا لا تزال تعيش شغف القضية، قضية الفلسطينية، حتى أننا نسمعها في شجونها، السيدة نابغة اسكندراني، أهلا وسهلا فيك. الله يسعد مساكم كلكم جميعا بهالسهرة الحلوة وهالجمعة، الله يجعلها على خير بجاه حبيبك النبي ويجعل سوريا دائما منتصرة ورئيسنا فوق رأسنا بإذن أحد أحد يا رب. أهلا وسهلا فيك نورتي. وأيضا للنبض يوميات وإيقاعات الحركة المستمرة بين جمعية تنظيم الأسرة السورية وبصمة الأم والنقاط الطبية تمضي ليلها وأوقاتها، الدكتورة رنا زينو، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، شكرا. أهلا وسهلا، نورتونا بهذه السهرة المميزة، وكل عام وأنتم بألف خير وأمهات سوريا بألف خير. طبعا غدير، ونحن أيضا ما بننسى نرحب بضيف الشرف الموجود معنا اليوم، أحد أساطير الطرب، صوت قادر وحاضر بقوة، الأستاذ المطرب وسام مراد، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير وأمهات سوريا بألف خير وأمهات شهداء سوريا بالأخص كمان بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيك، وشكرا على الأغنية اللي بدأت فيها سهرتنا اليوم. هذا واجبنا طبعا. أكيد نورتنا وسام، طبعا أنا وأنت وحيدين هون شباب بين البصمات السورية المميزة، أهلا وسهلا فيك. أكيد أهلا وسهلا فيكم، وطبعا هلأ نحن باعتبار مثل ما قال غدير أنه هو والأستاذ وسام لحالهم، فأنا أبدأ من عندك غدير، شو رأيك أنت تبدأ أعطيك التميز اليوم؟ طيب نحن مثل ما بنعرف بهذه المناسبة المميزة واللي هي غالية كتير على قلوبنا جميعا، عيد الأم هو أقدس عيد بالنسبة لكل إنسان في العالم ليس فقط للسوري، ولكن اليوم الميزة أنه نحن مهما موجودين مع أمهات سوريات عندهم بصمة مميزة موجودين بمجتمعنا، طبعا كل أم سورية هي عبارة عن بصمة مميزة عم تضيء وعم بتزيد قلق لوطننا الغالي. هلأ بدنا نبلش من عندكم، بنحب نبلش من عندك دكتورة رنا، هيدا اليوم المميز بهيدا المناسبة العظيمة عيد الأم، أكيد هيدا اليوم هو له قيمة كتير كبيرة عنا كلنا، أهمية هيدا المناسبة؟ أول شيء مساء الخير وكل عام وأنتم بخير، وكل عام وسوريا بألف خير، وقائد سوريا وجيشنا الغالي وأمهات الشهداء وأمهات الجرحى جميع. الشيء اللي بيميز سوريا بهالأيام أو عيد الأم بهالفترة هي أنه نحن مرقنا بأزمة من 5 سنين، فصارت العيد ما عاد عم يمثل عيد الأم بشكل خاص، عم يمثل عيد الأم الكبرى اللي هي أمنا لكل سوريا. صح. أمنا الأم الشهداء، أم الجرحى، الأم الباقية لحد الآن، الأرض السورية، الأرض الطيبة المعطاءة. فقد ما اشتغلنا وقد ما تعبنا وقد ما ركضنا ما منقدم شيء من اللي قدمته سوريا الأم اللي هي الأم الكبرى. أكيد. فنحن منقدم عيد يعني معايدتنا للأم الكبرى اللي هي أمنا لكل سوريا، ومنقلنا ما تحملي هم لأنه نحن كلنا قدامك ومعك مستمرين بالعطاء لننهار، ومنعايد أمهات الشهداء كلهم طبعا لهم بصمة كتير كبيرة، لولا أقدام أمهات الشهداء نحن ما بقينا لحد الآن، ومنقدم معايدة لهؤلاء الجرحى القديسين، أنا بعتبرهم قديسين. أكيد. اللي موجودين حد الآن، الشهداء الأحياء والأمهات الأبطال، وشو ما حكينا نحن مقصرين. صح. أكيد. ومنقل لهم سامحونا كلنا، أنا ما بقدر أقول غير سامحونا، يعني إذا مقصرين نحن سامحونا. دائما ترفع القبعات أمام طبعا الأم السورية، وخاصة الهامات وترفع أكيد القبعة، وخاصة الأم السورية أم الشهيد واللي هي النبع الذي طبعا يعطي ولا يبخل بشيء، وأهم شيء أنه أعطت أهم وأغلى شيء ما عنده.
صدقني احلى اللحظات اللي عم نعيشها نحن واللحظات الصادقه اللي عم تخلينا نتابع حياتنا اليوميه هي علاقتنا مع امهات الشهداء وامهات الجرحى. نعم كلام جميل ست رنا، وانا بدوري ايضا بدي اقول لك كل عام وانت بالف خير. انت بالف خير طبعا يعني كل بما ان كل سنه 21 اذار اللي هو عيد الام، وهيدا هيدي المناسبه طبعا انتم مخصصين فيها كامهات انه كونها عطله رسميه بتعطلوا فيها، فهيدا تكريم للامهات انه تكون عطله رسميه بكافه دوائر الدوله. ست رغدة خلينا نحكي من جانب اهميه عيد الام ايضا بنظرك، كون الام هي رمز للعطاء، رمز للتضحيه، ومثل ما ذكرنا ايضا لامهات الشهداء ايضا اللي قدموا انفس ما يملكون فداء للوطن. تفضلي. بكل سرور يسعد مساكم جميعا، يسعد مسا كل امهات سوريا وامنا الغاليه الكبيره سوريا اللي انا عن جد بهني العالم كله بسوريا، هي الام الولود الودود، وهذا ما يميز نساء سوريا ككل، فهن سيدات سوريات بامتياز، عاملات بامتياز، موجودات في كل مكان، في ساحات العمل، في أي جانب من جوانب الحياة، هن سيدات جديرات بالحياة، هن سيدات معطاءات، وللأم ألف حكاية وحكاية وألف معنى ومعنى، فالأم السورية على مر العصور والأزمنة كانت ولا زالت وستبقى إلى مدى الحياة هي الأم السورية الولود الودود المعطاءة التي تربي أبنائها التربية الصحيحة وتنشئهم التنشئة الاجتماعية الصحيحة من حيث غرس القيم الأخلاقية في نفوس الأبناء والانتماء للوطن، انتماء لا يمكن أن يستطيع أحد أن يؤثر عليه ولا بأي شكل من الأشكال. وللأم وعيدها معنى كبير في حياتنا، حيث هي الأم التي تسهر في الليالي ليرتاح الأبناء وتعطي من أعماقها وتعطي من راحتها ومن سلامة جسدها ليحيا هؤلاء الأبناء بكل إيجابية في الحياة وبشكل بعيد عن كل ما هو يعني يعيق تقدم هذا الابن ليعطي للحياة ويعطي أكثر فأكثر. فالأم لها ألف تحية وألف سلام في عيدها، وإن شاء الله ينعاد على كل أم سورية بألف خير وعلى سوريتنا الغالية الأم الكبرى بألف ألف خير. نعم كلام جميل ست رغدة، يعني مثل ما قلتي الأم يعني ما نحن ما حنخصص لها هيدا اليوم يعني فقط لحتى نكرمها فيه ولحتى نعرف أنه هي قديش معطاءة، هي كل أيام السنة طبعا هي للأم، ولكن هيدا اليوم تحديدا نحن بنذكر فيه الأم أكثر، بنذكر تضحياتها وعطاءاتها. غدير اكيد مها، وفي شيء مميز عندنا اليوم بانه عندنا ضيفات روسيات سوريات، امهات سوريه، ام سوريه روسيه. بدنا نرحب فيك من جديد مدام ماريا بوجودك في سوريا كأم سوريه روسيه، ومنوجه تحيه اكيد لكل الامهات الروسيات بالعموم وخاصه الموجودين عندنا في سوريا، فكل عام وانت بالف خير. وسوريا كلها بخير، وكل الامهات كل الامهات بخير. نحن منقدم مثل كل الأمهات إذا سوريين ولا روسيين، الأمهات بيقدم اللي عليها الضرورة والمفروض يقدم الأم بالنسبة لتربية الأطفال والأجيال بحق الوطن. أكيد دور الأم كتير كبير، وخاصة أنت عشتي عنا في سوريا وعم تواكبي كل سنة عيد الأم، هذا اليوم كيف عم يكون له صدى له تأثير مميز على قلوب كل السوريين وكل الموجودين في سوريا؟ أكيد بدك تكون كل الآيات بشكل عام بعايش واحد بالمجتمع كله فردا، وعيد الأم هو عيد للأمهات، يعني الأم بشكل عام المفروض يكون عيد يوم ورا يوم، إنه ما يتقدم كتير ما تضحي كتير من كل النواحي. في 21 أذار هي عيد الأم اللي بيخليها الولادة والأطفال يحسي وجهة نظر أو انطباع زيادة عن هي اليوم بحق الأم. حلو سلامت يعني حلو هذا الكلام أيضا منك، وأهلا وسهلا فيكي بسوريا اللي هي أمنا كلياتنا. هلأ نحن طبعا الهدايا تفقد قيمتها مهما غلت غلى سعرها بهيدا اليوم، ولكن دائما بنقول نحن اجمل هديه للام هي باقه ورد بنعطيها لكل الامهات ولكل امهات سوريا. طبعا ست رانيا
كونك انت فنانة تشكيلية ايضا، خلينا نحكي شوي بهذا الموضوع. وانت مثل ما بعرف انا انه عندك لوحات تشكيلية خاصة بعيد الام، شو بتحكينا بهذا الموضوع؟ هلا انا يعني بعتقد الامومة هي بتبدأ من الارض، يعني نحن كلياتنا اولاد هاي الارض، الارض بمعنى الكرة الارضية، بعدين نحن اكيد اولاد الوطن، اولاد سوريا مننتمي، في سوريا هي امنا تاني. بعدين بتجي مرحلة الامومة، الاولاد الامومة البيولوجية، نحن اولاد ونحن امهات. فبحاول اجسد كثير هالعاطفة، الامومة هي عاطفة، هي احساس، فبحاول اجسده هذا الكائن الكبير يلي يحنو وبيحب كائن صغير وبيدربه وبيعلمه الحياة. فبحاول اجسده كفرح، هي كنوع من الفرح والاحتفال. الأمومة ما بس عطاء، الأمومة أخذ. يعني أنا اليوم لما بعطي روح للحياة وبهتم فيها كمان عم باخذ، فهي جزء من سيرورة الطبيعة والحياة، هي جزء من الأنوثة. فحاول أجسد هالإحساس بحالة من الفرح، وهي سمو وهي علو، فيها علو. الأمومة سلام ومحبة، فنحن إذا منعيش الأمومة هي كثقافة، إذا كانت طاغية بثقافتنا وبمجتمعاتنا، هي سلام وهي محبة. هي عكس الحرب، عكس الكره، عكس ال... فمتمنى هيك حضور، يكون في حضور أنثوي وحضور للأمومة بمجتمعاتنا وبثقافتنا. نعم، يعني انت عم تحكي هلا ذكرنا شيء عن الفن، وهلا انا طبعا غدير نحن بنعرف كثير امثال وكثير اشعار قيلت في الام، وانا يستحضرني الان قول لمحمود درويش لما قال امي لن اسميك امراه ساسميك كل شيء. اكيد، وهيدا القول بيمثلنا كلنا كشباب كصبايا. الام هي فعلا كل شيء، وهيدا الشيء تعطي للحياة معنى آخر. أكيد فعلا، أكيد. هلأ مها بدنا نستثمر وجود وسام معنا، مع ضيف شرف معنا طبعا بهذه الجلسة كضيف شرف، وأكيد منورنا بصوتك. شو بيعني لك عيد الأم وسام؟ طبعا عيد الأم هو شغلة كبيرة بالنسبة لكل إنسان عايش على الأرض، يعني فما فيني أقول لك أنه أنا كمان عندي أم، وهلأ كتير مبسوط عم بسمع هالكلام الحلو من الأمهات والصبايا الموجودين معنا. فخصوصا بهالكم سنة حسينا قديش أمنا غالية، وحسينا قديش نحن بحاجتها اللي هي أمنا الكبيرة سوريا طبعا، حسينا قديش هي غالية كتير عقلوبنا. فأنا حبيت هلأ بدي أسمعكم هيك شيء هدية منك، مني لا لا لكل الأمهات إن شاء الله. تفضل. في أم جاء هيك طفل أسمر حبت تدلعه شوي. تفضل. الأسمر اللون يا الأسمراني تعبانية قلب خيو هواك راماني يا ابو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع بعطيك سبع اربع خيو من العين حلالي يا الاسمر اللون أسمراني تعباني يا قلب خيو هواك راماني راماني. الله يسلمك. شكرا لإلك. طبعا هيدي هدية بصوتك لكل الأمهات، وأنت عم تغني سمعت هون السيدة نابغة أيضا عم بتغني، وهي أيضا حنسمع منها شيء خلال السهرة، ويا ريت هلا نسمع منك أيضا مقطع من أغنية بتختاريها ست نابغة. تحبي تسمعينا شيء؟ بكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا أولادي يا سوريا عنك في حبيب،
لا 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 لا. تسلم هتم. شكرا لإلك سيدة نابغة. هيدي الكلمات طالعة من القلب أكيد، يعني نورتينا بصوتك. عيد الأم بالنسبة لإلك، عيد الأم شو بيعني لك؟ أنا عندي ثلاث أميات، أمهات ثلاثة، اللي هي أمي، واللي سوريا أمي، وفلسطين أمي. أكيد. فأنا بحتفل بعيد الأم، صدقوني، أول ما بحتفل بأمي، بعدين بحتفل بسوريا اللي هي حضتني وربتني وعشت بترابها هون. فمو ممكن أنسى سوريا أمي الأولى والثانية والثالثة، وأمي على طول الخط يعني. هذا أنا عيد الأم عندي بعيد، وبطلب من رب العالمين بعيد الأم الله ينزل ملك الرحمة على شعبنا وعلى بلدنا وعلى وطننا. آمين. بإذن أحد آمين. وكل عام والجميع بخير يا رب. آمين يا رب. نعاد عليك بكل الخير أكيد، وإن شاء الله بيرجع الأمن والأمان لبلدنا الغالي سوريا وقضيتنا، وهي بوصلتنا القضية الفلسطينية أكيد بإذن الله. النصر قريب لأن إيماننا كتير كبير بهذا الموضوع. طبعا. نعم أيضا، ونحن منضم صوتنا لصوتك ست نابغة. وهلا بدي ننتقل بالحديث لعند الحفيدة نور. خلينا نحكي شوي هيك عن معاني عيد الأم، كونك أنت حفيدة يعني، ونحن أيضا معنا والدتك وجدتك أيضا. شكرا. هلا خليني أسمع منك، هلا أنت قدامهم شو بيعني لك عيد الأم؟ عيد الأم هو يمكن أحلى عيد بيمرق يعني، هو يمكن كل يوم لازم نحتفل بأمي وأمي بالذات يعني، عندي إياها شيء فظيع، أمي وستي الصراحة. حلو هيدا الشعور مع بعض، الأم والجدة مع بعض. اثنيناتهم أمي بعتبرهم يعني، وبحب يعني بحسها لازم تتدلل بالذات بهاليوم، لازم يعني. هو بكل الايام، ولكن شوي هاليوم بس هاليوم مميز شوي. وتضل مبسوطه، ويعني واهم شيء تكون مبسوطه مني انا وعائلتي انا واخوي، تكون مرتاحه، هذا كمان كثير مهم، والله يخلينا اياهم يا رب. طيب هلا عندك فرصه تقولي شيء لامك لستك، هلا انت شو بيخطر لك تقولي لهم كلمه؟ يعني انتو كل حياتي وبحبكم كتير والله يخليكم وبكيف. يعني هيك المشاعر بتتحرك اكتر كونك عم تسمعيها لبنتك هلا عم تحكي. ما بعرف حسيتك شوي متفاجئة يمكن بهذا الجواب او هذا الشيء متوقع. لا ماني متفاجئة، لانه علاقتي ببنتي قوية كتير كتير كتير، وفي على طول حب وغرام بيني وبينها. حلو. يعني علاقتنا بالبيت وين ما كان علاقة حلوة وقوية كتير، وأنا فخورة فيها كتير لنور، وفخورة بابني كتير، وأنا مبسوطة أنه درت وعرفت ربيهم تربية السليمة الصحيحة. حلو. الحمد لله. أكيد. هلا مدام أنت وجودك هلا حاليا أنت بين بنتك ووالدتك، شعور رائع أكيد، وبنتك عائلتك وأنت أكيد في عندك شيء لأمك لوالدتك. هلا وسهلا فيك. مامتي حياتي، بتعرف شو يعني حياتي؟ أكيد. علاقتي عن شيء كثير عندي غالي. ماما قوية كثير كثير، أنا العائلة بتعنيني كثير، بناء العائلة يعنيني جدا. وأنا لصار ابني بروفي لرحت توظفت، أنا ما كنت للبيت تماماً لتربيتهم لنجاحهم للبيت. إيماناً منك بأهمية الفترة الأساسية ببناء شخصية كل إنسان، خاصة المرحلة طبعاً الأولى. أهم مرحلة طبعاً، أهم مرحلة وأهم فترة التربية الأولى. صحيح. أنا بالنسبة إلي كانت مهمة كتير، عشت معهم كل شيء. حلو. كل شيء بيخطر ببالك عشت معهم. هلا مثلا ايام 10 بالليل ننزل مثل ما نحن بيجامات رياضه، نروح مع اصحابنا لنلعب الاولاد. لا يعني انا عشت معهم كثير، وعشت مع امي فتره ولا احلى ولا رح يصير احلى منها. وانا بحمد ربي انه بعت لي اياهم. الله يحميكم ويخليكم لبعض. الله يخليكم لبعض. نحن ايضا بدنا نحكي من جانب كونك مدرسه، ولكن أيوة. خليني انتقل الى الجده، الى السيده منى. كونك انت ايضا شقيقه المخرج الكبير غسان جبري، خلينا نحكي عن هذا الموضوع، عن الام الدمشقيه ايضا. شو بتعني لك الامومه وعيد الام؟ كثير بتعني كثير، وخاصه عندك بصمه دمشقيه. خليلي اياك حبيبي، انا بصمه دمشقيه بالاسم، انا هون ربيت. حلو. بحس اللاذقيه كمان، امي بحبها كثير. الست الام الدمشقيه ما
مثلها مثل أي أم تانية، معطاء، الأم عطاء، الأم محبة، نور. هي تعريف الأم. ما يعني أنا بقول كل يوم الأم بتتكرم، وكل يوم في إلها عيد. صحيح. وكل يوم شو ما عملنا لأمهاتنا ما منكافي يوم. يعني مثل ما قلنا انه الام يعني يمكن اجمل شيء بنحاول نقدمه للام هي باقه ورد، ولكن احنا ما بنعرف انه قلب الام بيقول انه لا انا عم شوف ابني قدامي عم يكبر او بنتي عم تكبر، هي اكبر هديه لإلي. احلى هديه واحلى هديه. دفى الام دفى. صحيح. الام قلب دائما عم بينبض. نعم. خلينا هيك يعني باعتبار سهرتنا منوعة وخاصة بعيد الأم، نحن كمان معنا ست رغداء هي بتقول شعر أيضا. أنت محضرتينا شيء اليوم ست رغداء من الشعر، خلينا نسمع منك. نعم. تكرم عينك وعين كل أمهات سورية. أهلا وسهلا. يستحقوا نكتب فيهم أجمل الأشعار وأروع الأشعار. فطبعا فيني أتحدث بكلمتين صغار. أثناء دراستي بالجامعة كنت بحالة شوق لوالدتي الغالية جدا، فما بعرف صار يطلع معي كلام حسيت انه اني لازم انا ادون هالكلام واهدية اياه لوالدتي ولكل امهات سورية. فكان العنوان امي، طبعا هي باللهجة المحكية قول فيها: كنت سهراني بهالليل وعم فكر بهمي، مسكت هالورقة وصرت اكتب بقلمي، ورحت جمع حرف من هون حتى ركب كلمة، وما حسيت بحالي غير عم ألف جملة ورا جملة، وصفت الشعر وصفت العيون والإيدين الحلوة كيف كانوا يحملوني ويضموني لصدرها كل ضمة، تطيرني لفوق وتعلي وتاخدني عجناح شي نسمة، وبسرعة ترجعني لقلبها وتبتسم لي أحلى بسمة، فتشت بين الأسامي حتى سمية ونقيت نجمة، رجعت وفكرت لحالي وما لقيت أحلى من كلمة أمي. الله يخلي كل أمهات الناس. آمين يا رب. آمين. الله يحميهم ويحمي لنا سوريا الأم الكبيرة. آمين. الغالية. آمين. على قلبنا جميعا. امين يا رب. الله يخليكم. اكيد يسلمكم. كمان بدنا نرحب بالمدام جالينا سيديروفا. اهلا وسهلا فيكي. انت مهندسه. اهلا بك. مدنيه. مدنيه. وعم تعملي باحدى المؤسسات والشركات السوريه. احكي لنا عن مسيره حياتك في سوريا وعيد الام بهيدي المناسبه اللي عم تعيشيها بكل عام، شو بيعني لنا وخاصه انت ربه منزل وام لاطفال؟ بتعرف الأولاد بيجيبوا لهم غداية لأمهاتهم، بيعملوا لهم مثلا خلوم إذا ممكن، مثلا بيعزموها على الحفلات. طبعا بالأزمة ما في، كله بالبيت، لأنه ما في بيت، ما في شارع، ما في مدينة، ما في أسرة إلا فيها شهداء الله يرحمهم. لهذا سبب يعني بتعرف ما كتير يعني ما كتير عنا كيف بدي اقول لك، يعني ما كثير العالم مبسوطه لتعمل بهيك شيء، بس اكيد ام بتنبسط وقت الاولاد مثلا بيجيبوا لها هديه، وبهاي المناسبه مثلا بيكونوا جنبها. وطبعا احلى هديه للام يكون اولادها ناجحين بحياتهم، بدراستهم، بحياتهم الشخصيه، بالاجتماعيه، و يكونوا بخير صحيين. هذا عيد كل ام. هذا العيد لكل ام. طيب خطر ببالي سؤال مدام كالينا، بروسيا كيف بصغاركم بطفولتكم كيف كنتوا تعيشوا هيدي المناسبه؟ يعني ايضا هي ب 21 اذار، هون السؤال ايضا نحن بنطرحه. روسيا كيف بتقدر الامهات الروسيات، كيف بيكون التعامل معهم بهيدي المناسبه؟ هنيك يعني اكثر شيء كانوا بيعملوه مثلا للامهات اللي عندها اولاد الكتار. هنيك الدولة الروسية هي كانت بتعمل حفلات، لأنه أنا مثل ما بتعرفوا أنتوا بروسيا ما كتير الأسرة بتجيب مثلا واخد اثنين، ما مثل مثلا هون. هنيك أحيانا مثلا النسوان عندهم رغبه يجيبوا أولاد كتار. لهذا سبب الحكومة الروسية بتعمل حفلات لهدول أمهات، ومثل يعني هيدي المجموعة. يعني الأم اللي عندها أطفال كسر اللي هي مميزة، عندها كتار لكن عندنا مميزة. لأنه عندنا بشكل عام أسرة فيها ولد أو اثنين، ما أكثر من هيك، ما أكثر من هيك. لهذا سبب يعني دولة روسية كتير بتهتم بالأمهات اللي عندها أعدادهم مثلا أكثر من خمسة ستة.
لأنه هذا الشيء عنا قليل قليل جدا. حلو. هلا نحن أكيد حنكمل دردشة معكم الأمهات اللي منورينا اليوم بالسهرة، ولكن بدنا نرجع لعند ضيفنا ضيف الشرف وسام ونسمع منك شيء. تفضل. يا حبيبي اعد إلينا، هل نسينا ماضينا؟ نحن بعد النأي ذبنا وقرحنا ناظرينا، واحتسينا كؤوسا وغزير ما احتسينا. يا مالي الشام يلا يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام يلا يا مالي، طال المطال يا حلوة تعالي. يا مالي الشام على بالي هواكي، أحلى زمان قضيته معاكي. ودعتيني عاهدتيني، ودعتيني عاهدتيني، ودعتيني وعاهدتيني. لا تنسيني ولا بنساكي، يوه يا لطيف ما كان على بالي. لو المطال طال وطول لم نتغير ولا نتحول. لو المطال طال وطول يا سوريا ما منتحول. مشتاقلك يا نور عيوني، مشتاقلك يا نور عيوني، مشتاقلك يا نور عيوني. حتى نعيد الزمن الأول، هشتاقلك يا نور عيوني. حتى نعيد الزمن الأول. لو المطال طال وطول لم نتغير ولا نتحول. شكرا يا وسام، يعني فعلا نورنا بصوتك اليوم وعملنا هيك جو حلو. شايف الجو الذكوري؟ نحن اثنين شابين فقط هون. ايه كوكون انتم. لا لا هيك عاملين جو. بنبسط بحالنا. ما هي هذا. حانتقل بالحديث لعندك دكتوره منال خريمه. دائما او نحن دائما نحفظ هيدا بيت الشعر للشاعر حافظ ابراهيم: الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. الام مدرسه لابنائها. فعلا كيف فينا نحن نجسد على ارض الواقع يعني طبيعة عمل الأم لتكون فعلا مدرسة لأبناء يكونوا شعب عريق؟ أول شيء أنا معني أم، لفهمك شغلة، أنا معني أم، بس طبيعة الأم لازم تكون لقلك بالوقت الحالي اللي نحن فيه، لازم تكون الأم متعلمة، لازم تكون مثقفة، لازم تتابع أمور برا البيت مثل ما تتابع أمور البيت. لأن الوقت اللي نحن فيه، انا طبعا ما عم اشحف حق الامهات الغير متعلمات لان قدموا كثير. الام المتعلمه بتكون اقدر انه تستوعب ابنائها وتستوعب مشاكلهم اكثر بكثير من هيدا. فلذلك انا مع كل ام بتطلع وتشتغل برا البيت. الام، انا مع الام العامله. نحن فعلا عم نشوف يعني كثير من الامهات، الام الطبيبه، الام المهندسه، الام المدرسه، الام صارت او المراه خلينا نقول بكل المجالات الموجوده في الحياه. بالوقت اللي نحن فيه، بالوقت اللي نحن فيه، دور الام صار كثير كثير دوره اساسي. لانه من 4 سنين او من 5 سنين لك شغله، سوريا عم تمر بظروف كثير صعبه. صار دور الام برا وجوا، صار الام بدها تشتغل بالاكثر. البيوت صار فيهم جريح او شهيد. عندنا كثير سيدات فقدوا اولادهم. في كذا ست بيطلعوا على المستشفى فقدت ابن واثنين وثلاثه، تفرغوا بالوقت الحالي لخدمه الجرحى الثانيين، ما خدمه يعني انفسهم او بيوتهم. ما خدمه انفسهم. في ام شهيد بتطلع بشكل يومي
بتساعد الجرحى وبتساعد وبتساعد بتأهلهم اجتماعيا. هي الام اللي عم احكي لك عنها هي باحثه اجتماعيه بدون ذكر الاسماء. في كثير عم لك سيدات، فلذلك دور الام بهالوقت كان كثير اساسي بالاربع سنين. وسوريا ولاده اكيد الام دائما غدير هي نصف المجتمع، والنصف الاخر ما كان موجود لولاها. بشكل عام ايضا انه الام، انا المقوله او الطريقه المنقوله لهذه الجمله، الام هي نصف المجتمع وانجبت النصف الاخر. نعم. لذلك هي منصفه. اسمح لي. تفضلي مدام. انا بشوف الام هي المجتمع بكامله، والرجل بالله وينه، وتصنع الرجال وتصنع وراء كل عظيم امراه. لا انا هيك بشوفها، انا هيك بشوفها انه هي ولاده وتصنع الرجال. لو ما الام شخصيتها قويه، مثقفه، حضاريه، متعلمه، حنونه، ما بيجي الرجال كامل. على فكره انا هاي وجهه نظري دائما، هي وجهه صحيحه، انا وجهه نظري هي. وخاصه الموضوع بانه لما بنشوف اطفال موجودين اثبتوا جدارتهم بامتيازات ومهارات مميزه. نعم. بمواهب مميزه. نعم. الدور الاكبر يعود للام والاب. الأم حصرا، الأم ما تكون الأم مثلا الأم. طب خليني أقول لك المرأة متزمتة لهذا الموضوع مدام. المرأة يعني الرجل لا أبدا، والأب كمان أساسي أكيد طبعا، لكن المرأة خصوصا تصنع طبعا. ست رغدة مداخلة بهذا الموضوع أيضا، شو بتحبي تقولي بهذا الموضوع؟ إذا بيسمحوا لي السيدات الفاضلات والشباب الطيبين أبنائنا الأعزاء، بحب أحكي بهالمجال هيدا. نحن اعتدنا في حياتنا اليومية أن نحتفل بزفاف الشاب والفتاة ونهلهل ونعقد جلسات الحفلة المميزة إلى ما هنالك من طقوس هكذا أمور لإتمام زواج أي شاب وفتاة. لكن لو تساءلنا قليلا ما هو الهدف من هذه الفرحة والاحتفالية الكبرى من زواج شاب وفتاة؟ أقول بكل صراحة، عندما تتم هكذا حفلات ما هي إلا تدشين معمل رجال. هذا المعمل أقصد به هو رحم الأنثى، رحم الأنثى الذي كرمها الله به وأعطاه إحدى صفاته الحسنى وإحدى أسمائه الحسنى من الرحمن. الرحم الذي هو المكان الذي تحتضن فيه الأم مولودها لمدة 9 أشهر، ثم تطلقه للحياة لترعاه كما نعلم جميعا. فإذا هو عبارة عن تدشين معمل الرجال ليكون هذا المعمل مصنعا، ليكون رديفا أيضا للمجتمع بالمواليد الجدد اللي نحن طبعا أملنا بالحياة هني ومستقبلنا. فتحية لكل أم تنجب، وتحية لكل أم لم تنجب، وإن شاء الله سوريا دائما ولودة ودودة بسيداتها المبدعات. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كرم المرأة حين أوصى بها وقال: أستوصيكم بالنساء خيرا رفقا بالقوارير، حيث شبه جسد المرأة بالقارورة. هذا المكان المفلطح قليلا هو منطقة الرحم التي تحمل بها الأنثى جنينها. فتحية لكل أم، وتحية للأبناء الذين يقدسون الأمهات، وكل عام وكل أمهات سورية بألف خير. أكيد. شكرا لك، كلام جميل. شكرا لإيمانك المطلق بموضوع أنه فعلا كل ما ذكرتيه هو ينبع من قلب كل إنسان، وخاصة نحن كشباب إيماننا مطلق. وأنا مثل ما ذكرت، الأم المرأة هي نصف المجتمع وأنجبت النصف الآخر. نعم. سواء بتربية، ببناء، هن الأساس، هن المحرك. نعم. أو هم من دشنوا مصنع الرجال. نعم نعم. أكيد. تحية لكم ولهن. أكيد. ونحييك إليك كمان على الإيمان المطلق. شكرا. أهلا وسهلا فيك دكتورة سهير الريس. أهلا وسهلا فيك وكل عام وأنت بخير. أنت بألف خير. بعد التحية ومعايدة أمهات سوريا، إذا بتسألني عن عيد الأم، عيد الأم بيخليني عيد برمج وبلور مسؤولياتي كأم حسب الظروف وحسب الفترة الزمنية اللي أنا فيها. يعني بعد ما قمت بدوري تجاه أولادي وتفرغت لهم تفرغ كامل كأم، تركت عيادتي ووظيفتي، أخذت إجازة 5 سنوات حتى سن دخول المدرسة، لحس حالي أنه أنا قمت بواجبي تجاه أولادي وما قصرت عنهم.
لا بالوقت ولا بالاهتمام. رجعت لعملي كطبيبة. حاولت أقوم بواجبي من خلال عملي كطبيبة. شاركت أيضا بالصياغة التشريعات الخاصة بالمرأة من خلال وجودي بمجلس الشعب في المرحلة اللي بعدها. فكان لي إسهام، بيشرفني أنه يكون لي إسهام بإصدار بعض التشريعات والقوانين المتعلقة بالمرأة، مثل موضوع قانون رفع سن الحضانة عند البنت والولد. هذا أحد القوانين اللي كان لي دور فيها. بهالظروف الصعبة اللي عم تمر فيها سوريا، عيد الأم بخليني اتذكر دوري الأساسي كأم. نحن هلا بحس انه نحن بحاجة لإعادة بناء الإنسان السوري. بهالظروف الصعبة يحدوني التفاؤل والأمل بقرب انتهاء بالقريب العاجل إن شاء الله. فبيكون دورنا كأمهات ما بس إعادة بناء الإنسان السوري، المشاركة بإعادة بناء وإعمار سوريا الغد إن شاء الله. الدور الأكبر يكون دور الأكبر لنا على كل الأصعدة وبكل مناحي الحياة. الأم متعددة المهام والوظائف، فهي بدها تكلف نفسها بالوظيفة والمسؤولية المناسبة حسب ظروف بيتها ومجتمعها وبلدها الكبير سوريا، لحتى تكون فعالة دائما وتقوم بدورها على أكمل وجه. أكيد كلنا نعم. أمل بهيدا الشيء. نعم أكيد كلامك جميل ست سهير. وهلأ برجع لعندك ست رانيا، وكنا حكينا عن الفن التشكيلي، وخلينا نحكي شوي عن الشعر كونك أيضا أنت عندك كتابات شعرية بهيدا الموضوع. نعم. نحكي عن تخصيص عيد الأم وتخصيصها بشعرك أنت، كيف عم بتكون؟ هلأ أنا كنت بحب أقول تعقيبا الأمومة إحساس، يعني الدكتورة ما عندها أولاد بس هي عندها إحساس بالأمومة تجاه مرضاها تجاه عطاء. يعني في كتير في نساء كتير بالتاريخ عطوا للإنسانية أكثر ما أكثر من الأمومة البيولوجية. يعني فكل أنثى بتقدر تعيش العطاء بما إن كان عن طريق أولادها أو عن طريق بالآخر الأدب عطاء، الفن عطاء، الأمومة الإنجاب عطاء. في نساء كتير عطوا وأنا بشوفها أمومة، والإحساس الأمومة موجود عند الرجل. فأنا ماني مع المقولة إنه نصف المجتمع نساء. هلا هيدي المقولة مشحفة بحق الأمومة النساء. إحساس في رجال عندهم إحساس بالأمومة تجاه أولادهم وبيساهموا بتربيتهم وبيدعمون. فأكيد الأم باعتبارها الحق هي الرحم اللي بتحمل واللي بتعطي الحياة، في عليها مسؤولية أكثر. بس هو إحساس موجود وإحساس إنساني ما بنقدر نحدده. هلأ ذكرنا الشعر، هلأ حابين نسمع منك شيء أنت على ذوقك تختارينا، يعني نحكي مواضيع مو ضروري عن الأم، أي موضوع. هلأ أنا قلت إحساس أمي الأرض، نحن كلياتنا بننتمي للأرض، بعدين ثانية بننتمي للوطن. هلأ أنا في عندي شيء هيك صغير يعني على الأرض يعني. تفوح توقظ جسدي والروح رائحة الأرض الذكية، تنديني فتزهر بساتيني رائحة الأرض السمراء، تغويني تدور في شراييني رائحة الأرض الحرة، تغمرني تغرقني تحولني إلى فراشة، تسحرني تسحبني تحولني إلى عصفور، أطير من سرور إلى سرور، تثقبني تفرغني من شجني رائحة الأرض العتيقة، تعيدني إنسان أطمر جسدي في ترابها وأنام. إحساس إنك تحس إنك تنتمي لهالأرض، وإن في راحة لما هي بتضمك وبتعطيك السكينة والطمأنينة. فنحن بننتمي كتير لأمهاتنا، بنحس بالعاطفة، بس معنى الإحساس بنحس بالعاطفة لوطننا، بس لازم نحس أكتر بانتمائنا بإنسانيتنا بانتمائنا للأرض ككل.
صحيح هيدا الاحساس، وخاصه بهيدي الفتره مدام رانيا عم يكبر ويكبر اكثر واكثر، وخاصه بنفس كل انسان سوري وكل مواطن سوري. هلا بدي اروح لعندك نور. نور، نحن كشباب هدفنا الاكبر بيكون بالنسبه لامهاتنا ولا لجداتنا هو انه نحن نثبت جدارتنا بشيء معين، وخاصه اذا الشيء بيحبوه. هيدا الشيء كيف عم بتجسدي انت بالنسبه لوالدتك؟ هلا اكيد ماما بتحق انه انا اتخرج هلا بعد فتره ان شاء الله. اكيد انت يعني طالبه جامعيه الاختصاص حقوق. حقوق حقوق، طالبه حقوق. للامانه رغبتك ولا رغبه اهلك؟ لا رغبتي. رغبتك. رغبتي. لا وهن كثير شجعوني ووقفوا معي كثير كثير. وهو يعني بحاول قد ما بقدر ضل عم بحسن حالي، عم طور من حالي لحتى اوصل لشيء انا بدي اياه وهن بدهم اياه كمان. حلو. يعني يكون الي دور يعني بالموضوع. يعني بحاول ارضيها بكل شيء، يعني بكون مبسوطه فيه، ما بتضايق من الموضوع ابدا. او يعني هذا الشيء مهم جدا، وخاصه بموضوع انه تكون العلاقه بين الام وبنتها. علاقتي فيها كثير قوي، يعني احنا رفقه اكثر ما نكون ام وبنتها. كثير يعني كثير عالم ما بيفكرونا ام وبنتها ابدا. علاقتنا قويه، يعني بقول لها كل شيء، شغله ما عجبتني اياها بقول لها عادي، يعني كثير طبيعي. كل شيء بتقول لي اياه بحاول حسن، يعني كل انتقاداتها بحسنهم قد ما بقدر. يعني نعم. يعني ست مي، كنا ذكرنا انه انت ايضا مدرسه للغه الانجليزيه، وانت قلتي انك عطيتي قد ما فيكي من وقت لتربيه اولادك لبيتك. يعني هيدا العطاء حاولتي تامني ايضا جو هادئ بهذا البيت. الى اي حد كنتي فعلا معطاءه بهذا الموضوع، وكونك خلينا ندخل ايضا بمجال التعليم معطاءه مع طلابك ايضا؟ هلا ما كنت وما ازال. العطاء ما بيوقف، يعني ما بيكون الانسان معطاء وبيوقف ابدا. العطاء صفه دائمه، صفه وثقافه. انا عطيت اولادي وما ازال لاني بعشقهم ما بحبهم. هيك الام نبع الحنان، نبع لا ينضب. ايه كانت علاقتي بطلابي رائعه. هلا انا درست ثانوي فتره، بعدين أنا كنت مدرسة بمديرية الصحة بمدرسة التمريض، طلاب كبار جامعة، كانت علاقتي فيهم ممتعة ورائعة. يعني بعدين أنا حضوري بحب أمزح، بحب أحكي أي معلومة بحب أقولها أنا وضحكتي بطريقة تخلي الطلاب يحبوني. هي كانت علاقتي فيهم. حلو. حلو. ست منى، خلينا ننتقل لعندك ونحكي شوي عن الام، وخلينا نخصص ايضا كونك انت يعني في عندك من جذور دمشقيه. نحكي عن الام الدمشقيه، وكيف انت نقلتي هيدي العادات لداخل بيتك. والله التربيه كانت رائعه. ماما كانت ام بكل معنى الكلمه، الله يرحمها. وتعلمت منها كثير، مدرسه امي كانت. تعلمت منها كثير، ومثل ما حكوا هيك كنت معهم انا رفيقتهم وامهم. انا ما اشتغلت للاسف، تزوجت صغيره وكرست كل وقتي بيناتهم وبتربيتهم وبالبيت. واخذت كثير من عادات امي كثير، ولي الفخر والله. ما في احلى من الام الشاميه ابدا والام اللادقانيه. في شيء مميز كمان عند الام الشاميه او طريقه، او في عادات او شيء، هي جمع الصبايا واللمه. نحن هلا لهلا هذه موجوده عندنا، قلنا لمه كل خميس. كل خميس الغداء بيجوا بناتي وحفيداتي وحفيدي. حلوه كثير هالجمعه. وانت بتطبخي لهم بايدك؟ طبعا. اي طبعا. تيتا كان عندها 7 اولاد البركه ما شاء الله. مع بقى تجمعنا كلنا مع الاولاد مع الاصهره. حلو. يعني حلو. هاي العاده الام بتلم. احلى كلمه هي اسمها الام، هي اللمه كلها. هي نبع العطاء كله. نعم. ايضا في مقوله هون لشكسبير بيقول: ليس في العالم وسادة انعم من حضن امي. ابدا. اكيد. ابدا. ما هلا بدنا نسمع شيء من المدام نابغه اسكندراني، شو رايك بالموضوع؟ مدام نابغه، شو بتحبي تسمعينا بهيدي المناسبه؟ حسمعك اغنيه انا بحبها والشعب كمان كله بحبها. يعني تفضل.
حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسة، وبقدم أحلى فرحة ومعاها متمسة. يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، يا ليل طول شوية عالصحبة الحلوة دي، والغالي علينا غالي سورية علينا غالي، الغالي علينا غالي ولا عمره حيتنسى. حلوين من يومنا والله والله وقلوبنا كويسة. الله يسلم الصوت. شكرا. يسلم الصوت ويعطيك العافية. دكتورة رنا، نحن بنبقى بمواضيع دائما عيد الأم والأم العاملة، كيف عم تقدري من خلال عملك كدكتورة كطبيبة وأيضا موجودة دائما مع الجرحى، خلينا نحكي عن هذه طبيعة العمل، تواجدك في البيت وأيضا عملك كيف عم بتكون؟ هلا اكيد بده يكون دائما وقت انت ما بتقدري توفقي 100% بهذا الموضوع، بس وقت بتكوني انت مربايه جيل من الاصل وعامله بناء اساس متين. هلا قبل الازمه كنا شيء وبعد الازمه صرنا شيء. قبل الازمه كنا مفرغين اكثر وقتنا، يعني عياده نرجع على البيت لاولادنا، كبروا صاروا شب وصبيه، بس هلا بعد الازمه حسينا بشعور كثير كبير. يعني انا عندي احساس، اول شيء انا اولادي كبروا، هي أول نقطة. النقطة الأساسية إنه وقت اللي بطلع من البيت بحس إنه في هذا، صدقاً هذا الإحساس موجود عند كل أم سورية إنه في شيء أساسي بدفعنا لنزور الجرحى، نزور عوائل الشهداء اللي بنوقف قدامهم بننحني، يعني بنبكي أحياناً، وهذا شيء خلق معنا من الأزمة لحد الآن وزال متوارث. يعني وقت اللي بنكون بالعيادة بتحسي في احساس بيدفعك انك انت لازم تروحي تزوري ام الشهيد فلان، لازم تطلعي تعزي. كنا كثير نمر بتعازي ما نحس بقيمتها، بس هلا بنحس انه اي وفاه عاديه باستثناء الشهيد، صدقا هذا الاحساس موجود. صح. امبارحه كنا مثلا بزياره عوائل الجرحى او نساء الجرحى القادمين من نبل او الزهراء او من بعض المناطق، بتوقفي يعني اي جريح عادي الا هدول الامهات اللي جايين من كوارث حقيقيه، فهون بتحسي انه صار هون العطاء، هون الحنان، هون الصدق، هون الشيء ما بتقدري تعبري عنه. صح. باي كلام يعطيكي دافع، يعني شو ما حكيت لك قليل عند هذا الاحساس اللي خلق عند كل ام سوريه بعد الازمه. طبعا انا عم بحكي بشكل عام، اكيد كل الامهات الموجودين ما حدا عم يقصر اطلاقا. صح. يعني وحتى بالجرحى يعني بكل المناطق بتحسي انه في شيء الم حقيقي دخل بكل بيت. صح. عشعش بقلوبنا كلنا وزرع فينا اسى كبير ما بينسى الا بمساعده هؤلاء الناس. صح. دكتوره رنا، هيدا الشيء الاساسي بموضوع انه هيدا الالم اللي عم نشوفه امامنا عم يعطينا طاقه، عم يعطينا دافع للانجاز اكثر ولنأدي واجبنا تجاه كل ام شهيد، كل ذوي شهيد عنده حاجه معينه. بدنا نحكي عن موضوع انت بجمعيه تنظيم الاسره السوريه، هيدا الشيء دور التوعيه الاجتماعيه والثقافيه بشكل عام لها دور مهم جدا لبناء المجتمع وللانطلاق الى مرحله ما بعد النصر. احكي لنا عن دورك بهيدي الجمعيه. هلا نحن بجمعيه تنظيم الاسره السوريه قبل الازمه كانت عم تشتغل، هي تابعه للاتحاد الدولي لتنظيم الاسره. قبل الازمه كانت عم تشتغل على مواضيع هي توعيه الانثى، تقديم النصائح اللازمه مشان تحديد النسل، اعطاء بعض المعالم او القيم الاخلاقيه لمعامله الجنسين الذكر والانثى. بعد الازمه صارت هلا علاقاتنا كلها مع النساء وصار في تشاركيه، نحن عملنا كمتطوعات وانا كمتطوعه ورئيسه رقابه بهذه الجمعيه، فهلا انتقل الدور لنا بعد الازمه لخلق تواصل وعمل تشاركي. طبعا بحياته ما كان بسوريا هذا الموضوع، خلق مع الازمه. صح. فصار في علاقه بين نساء الشهداء ونساء الجرحى مع جمعية تنظيم الأسرة. هلأ صرنا عم نقدم كل الخدمات مجانية بجمعية تنظيم الأسرة من خلال، يعني التركيز عم بيكون بهذه الجمعية بالضبط على ذوي الشهداء والجرحى. يعني احنا بدون مبالغة صار في تغطية وعمل تشاركي بين عياداتنا بكل المحافظات وخاصة بمنطقة الساحل، أنا كمتطوعة في منطقة الساحل وكرئيس رقابة بجمعيات أو عيادات تنظيم الأسرة، صار في تنظيم وعمل تشاركي بين أمهات الجرحى، أمهات الشهداء، زوجات الجرحى، زوجات الشهداء، والعيادات المنتشرة في كل المناطق الساحلية. وهذا شرف كتير كبير لنا، وأنا بحس بخدمتهم شو ما قدمنا قليل. حلو. يعني دائما بقول لهم كلمة سامحونا نحن شو ما قدمنا قليل. طبعا مثل ما قالت الدكتورة ما في بيت إلا في مهجرين أو جرحى أو شهداء، ونحن قدامهم ننحني
يعني وقت بنقول لهم نحن بخدمتكم عم نقولها من قلبنا. نعم اكيد. يعني تعقيبا على كلامك ايضا، المراه مثل ما بيقولوا يد واحده لا تصفق. صحيح. دائما لازم يكون حدا ساندها وهو الرجل. الرجل ست سهير، بدي اسالك هون عن دور الرجل، الى اي حد فعلا بيكون سند بظهر المراه حتى هي تقدر تعطي قد ما فينا؟ انت شو كيف نظرتك لهذا الموضوع؟ بالتاكيد الرجل لما بيدعم المراه بيشجعها، بيساعدها على تحقيق طموحاتها بأي طريقة بيقدر فيها، سواء من تهيئة الجو المناسب أو إعطاء الحافز، تعزيز ثقتها بنفسها لحتى تكون أفضل وأفضل في مجال دراستها أو عملها. بيلعب دور كبير بأنه توصل المرأة تحقق طموحاتها وتوصل للأهداف يلي هي بتتمنى توصل لهم بحياتها. وأنا الحمد لله كان والدي الله يرحمه له دور كبير بتشجيعي لتحصيل العلوم العالية، وكمان زوجي وأولادي شجعوني كتير على أنه أتقدم بمسيرتي المهنية والعلمية، وما زالوا إلى الآن. فبوجه لهم شكر عبر منبركم، ونوجه لهم تحية أكيد. شكراً، شكراً لكم. حلو. مدام جالينا نفس السؤال، ايد واحده ما بتصفق، اكيد للرجل والمراه لهم دور متكامل بنجاح الاسره، سواء كتربيه، حاله ماديه، حاله ثقافيه، بناء الاطفال. هيدي الحاله التشاركيه بين الرجل والمراه كيف عم بتعيشيها بعائلتك واسرتك؟ هو اكيد زوجي بيساعدني بتربيه الاولاد، يعني راجو ضروري يكون موجود خاصه اذا فيها بالبيت صبيان، لانه بياخذ من ابوه يعني شغلات اللي ما في يعطيه. مهم جدا انه يكون للاب دور بتربيه او تاسيس القواعد الاساسيه. هن وزار ممكن ما يكون وجوده كثير ضروري، بس كباره ضروري كثير يكون ياخذ من افكاره، هو يعني بيوصلوا على مرحله مضبوطه، يعني حلو يعني بيوصلوا للمرحلة أو بيعطيه الخطوط الأساسية أو القاعدة الأساسية لحتى أكيد يمشي فيها بالطريق الصحيح. أكيد. حلو. طيب ومدام ماريا، بالنسبة لموضوع أنه الرجل والمرأة ودورهم تشاركي ببناء الأسرة، زوجك كان له دور بما أنك أنت ربة منزل، يعني أنت متخصصة كنت بالأساس لحتى تكوني بتربية الأطفال. تماما، بس أنا أسستهم للولاد، والوالد الولاد كان مقدم لهم كل شيء، كل شيء للدراسة كان أهم شيء بالنسبة لي له. أنا كنت ضروري بمهنية البيت، كل شيء ممكن نقدم بالبيت كنت على مسؤولية، والدراسة كان على زوجي كليا يعني كان مقسمين على اثنين، أنا بالتربية بالبيت وهو بدراسته بالمدارس وبالجامعة، يعني نعمل مستقبل لهم جميعا. حلو حلو هذا الكلام. سيد وسام، كونك انت اب ايضا، نحن وما عم نغفل دور الاب بهذا الموضوع، خلينا نحكي عن انت مشاركتك بالبيت بتربيه ابنائك الى جانب زوجتك، كيف عم بتكون؟ هلا اكيد في تعب اليوم بهذا الوقت، بتعرفي انت كل شيء صار صعب وغالي، والتأكيد في تعب، يعني صار معك حق، صار دور مها، صار دور الرجل هون انه يتعب اكثر خارج البيت كرمال يأمن لقمة العيش. اكيد لازم يعني بده يعمل اكثر من شغل. صح. بس حابب هيك اذكر شغله لوالدتي الله يذكرها بالخير وعايد عليها. فضل. كنا ندرس بالمعهد العالي، ضلينا 4 سنين بالشام. فكانت خلال 4 سنين كل اسبوع تطلع لعندي، تطلع نهار تكون مزبطت لي ورق الدوالي والمجدرة، الأكلات اللي نحن ما بنعرف نطبخها. فكانت كل أسبوع ولفترة 4 سنين ما قصرت ولا أسبوع، وإن شاء الله الله يطول لي بعمرها وتضل بخير ويطول بأعمار أعماركم جميعا إن شاء الله. أكيد. فبحب أشكرها يعني أكيد كتير. نوجه لها تحية بهيدا اليوم المميز وبهيدا المناسبة، ونحن بهالسهرة المميزة معها لازم وسام بدك تسمعنا شيء طربي هيك يطربنا. هلا أنا حابب أسمع شيء للي أخذوا بعضهم وسافروا، أخذوا بعضهم وتركوا أمهاتهم هون، يعني أخذوا حالهم وراحوا. بالضبط. تفضل. يا مسافر وحدك
وفايتني ليه تبعد عني وتشغلني ودعني من غير ما يسلم وكفاية قلبي أنا مسلم ده عينيا دموعها تتكلم عينيا دموعها تتكلم يا مسافر وحدك وفايتني ليه تبعد عني وتشغلني. سيدة منى، نحن نعرف انه انت في عندك ايضا ابناء خارج سوريا، خبريني عن شعورك وهن برات البلد، عن شعورك انت كأم. كيف بيتواصلوا معك خاصة بهالمناسبة؟ طبعا بواسطة الانترنت، هلا على سكايب مع ابني بحكي، وكنت عند بنتي زيارة انا بأبو ظبي، احوالهم منيحة الحمد لله، واجت زارتنا هون بنتي إلون زمان طبعا إلون 28 سنة مقربين 25 سنة ايه طبعا فترة كبيرة طبعا يعني بس غايبين ايه بس انتي معهم لبلدون ولا امنا سوريا كبير كتير طبعا لهلا انتي بعد 28 سنة غياب ابنائك عنك بدول الاغتراب لهلا انتي بتحني لهم ولا خلص تعودتي على فراقهم لا ابدا ما تعودت لا لهلا ما تعود ما بقدر لا طبعا ما بقدر اتعود ولا شوي ابدا ولسه على امل انه نجتمع طبعا ان شاء الله يجي لعندك نهار الخميس هيك ومعلمه طبعا ان شاء الله وعايشه على الامل انا ان شاء الله اكيد ان شاء الله قريبا ان شاء الله ما تصدقي ابدا في احلى من بلدنا ابدا قد ما راح الواحد وقد ما تغرب بلدنا هاي يعني ايضا هيدا الشيء بخصك كونهم هن ايضا اخواتك يعني اللمه مثل ما ذكرتي لمه الاسره مع بعضها كثير مهمه كتير. هي الرابطه الاسريه تكون موجوده طبعا. هلا بدي اقول لك شغله اولادي ممكن يسافروا ابني بده يروح يشتغل هون الشغل الاساسي ما بقى موجود كثير بنتي بجوز تتزوج وتسافر انا ما فيني امنعهم بس انا بفضل يبقوا هون اكيد ما راح اكذب عليكي انا ما بترك سوريا ابدا 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 لكن اخواتي يعني حنيتي لهم صاير عم تكبر اكثر واكثر بصراحه لانه موت عليهم ليش لا اكذب بس خلص هيك اختاروا هن وهيدا الشيء ايضا بدي اسالك يا لك نور يعني كونهم انه في حدا برا سوريا دائما ومثل ما ذكرت الانترنت موجود دائما مواقع التواصل عملت العالم عباره عن خلينا نقول شاشه ومن خلالها بتشوفي كل العالم ما بقى حدا بعيد عن الثاني بوجود وسائل الاتصال تواصلك مع يعني اقربائك الموجودين خارج البلد في عندي خالتي العايشة بالإمارات علاقتي فيها كتير كتير قوية كمان مثل رفيقتي بحكيها دائما بحكي لها كل شيء بيصير معي بتسعر أنا وياها بمزح أنا وياها بشكي عليها لا وحتى خالي علاقتي فيه كتير قوية يعني كل شيء على الواتساب وعلى الفيسبوك كله صار كتير قريب يعني هون منركز على الدور الايجابي كبير كان لمواقع التواصل الاجتماعي بهالمواضيع كان كثير الايجابي كان كثير له دور يعني صار فينك على الاقل تشوفهم يعني لو على الكاميرا فينك تشوفهم لو شوي صغيره وتشوف اولادهم وتشوف عائلتهم كلها طيب نور عندك رغبه بالسفر؟ مثل ما عم نشوف هلا هالجنوح المخيف بسفر الشباب يعني ما بقول لا يعني عندك رغبه الهدف هو كمستقبل اكيد يعني مستقبل. اذا اجتني فرصه ما بقول لا بس انه كمان ضل بسوريا كمان يعني بقدر اشتغل بقدر اعمل شيء يعني هيك بحط ببالي انه ما راح ضل قاعده بس اذا اجتني فرصه ممكن فكر فيها كثير نعم استاذي كريم اسمح لي اعقب على شغله صغيره تفضل وسام انا بتاسف لكل شخص بحق له انه يروح ويسافر ويكون نفسه بس انا بتاسف باللي تهرب من مسؤولياته احنا عم نحكي يعني حتى الدكتوره قال لي تهرب من مسؤولياته كجيش ك
كوظيفة تركها وهرب برا البلد. أنا عم بحكي على شريحة معينة وهي شريحة كتير صغيرة من السوريين، وبالتأكيد كل شيء رح يكون برا البلد ورح يرجع في يوم الأيام، بنرجع بنقول هي سوريا الأم طبعا، ودائما الأم حنونة ورح تحتضن الجميع، ما رح تقول له اطلع برا أبدا. فأهلا وسهلا باللي بيرجع وبيرجع لعنده. هون الدور الإيجابي وسام، الدور الإيجابي الأكبر بيكون للشخص يلي اغترب، راح عمل خبرات، طور حاله، جمع ثروة ورجع ليستثمر ببلده. أكيد هون الدور بيكون أكيد بيكون أدى واجبه وزيادة، بيكون على لأنه واجب كل شخص مغترب إنه يرجع لبلده ليساهم ببنائه. بالتأكيد. وأنت ذكرت إنه يتهرب من مسؤولياته، بس في مسؤوليات مقدسة. لا لا من أصحاب النفوس الضعيفة. بالضبط، ما ممكن إنسان يتهرب. الحمد لله إنه نسبتهم قليلة. بالضبط. يعني وأنت ذكرت إنه سوريا الأم، ونحن هلأ عنوان سهرتنا سوريا أمي، فإن شاء الله يا رب كلهم يرجعوا للحضن الدافئ اللي هو سوريا غدير، اللي فعلا هي بتلم كل أبناء وطنها. خليني انتقل بالحديث لعندك ست رانيا ونحكي شوي عن الإبداع، وذكرنا دور الأم دور الأهل، يعني الأم والأب بتشاركية بدورهم بالإبداع باكتشاف المواهب عند الأشخاص. خلينا نحكي عن ذكرياتك أنت مع أمك، كيف بلشتي أنت وياها، شو أكتر شي بتتذكري مع أمك؟ هلا طبعا البيت التربيه بتهيئ، مفروض تهيئ للطفل انه يتلمس نفسه وملكاته وشو هو بيقدر يكون بالمستقبل. في كتير احيان نحن ما بنربى على هالوعي، يعني فبيتجه للطريق لرغبه حدا من الاهل، يعني نحن في عنا المشكله انه اوقات الاهل بيفرضوا هن رغباتهم وطموحاتهم على اهالي على اطفالهم، فهيدي الرغبه بتمنع الولد انه هو يكتشف نفسه. اها وبتأدي فينا بالاخر انه ما يكون بمكانه الصحيح. هلا البيت هو اول، الام والاب هن اول حلقه ممكن الطفل عن طريقهم انه يعرف هو مين ولوين رايح. تاني شيء المدرسه طبعا، المجتمع، المدرسة طبعا هي الأم الثانية بالإضافة للأم الموجودة بالبيت. هلأ خلينا نحكي أكثر عن مواضيعك الترسمية، عن مشاركاتك، عن دواوينك الشعرية، العناوين الأبرز بتكون لإلى شو هي؟ هلأ بالآخر أنا أنثى وأم وإنسان، يعني فهذا كله بترجمه بالكتابة وباللوحة. الأمومة جزء كبير مني بس ما أنا كل شيء. أنا ضد أن تكون الأمومة هي كل شيء، أنا أم فقط. الأمومة نعمة بس إذا أنت عملتيها كل شيء بتتحول لنقمة. الأنثى بحاجة أنه تعيش هالجانب منها وتبقى محافظة على تحقق نفسها على صعيد العمل، على صعيد العائلة، على صعيد المجتمع، على صعيد السياسة إذا بدك. مشان ما هي بالآخر مشان ما تأسر أولادها، يعني لما تكون الأمومة كل شيء، لما أنا أولادي كل شيء بالنسبة لي، فأنا ما رح أقدر أتخلى عنهم، فرح أصير أسر بالنسبة لهم. ورح أمنعهم مثل ما قلت لك يلاقوا طريقهم ويتلمسوا ملكاتهم ومواهبهم. فأنا مع الأمومة تكون جزء ما كل عطاء، ممكن تعطي أولادك لمرحلة بس بمرحلة هنا ما عادوا بحاجة لك لهالعطاء، فبيكون عطائك أنت بمجالك، سواء كنت فنانة أو سواء كنت كاتبة أو سواء كنت طبيبة. طبعا غدير، يعني دائما الأعداد الحلوة والسهرات وهاللمة الحلوة مع كل هالأمهات اللي منورينا اليوم، يعني بتخلص بيخلص الوقت ونحن ما بنحس فيه، فيمكن هلا وصلنا نحن لآخر فقرة. أكيد، واللي هي مها يعني صراحة كنتم مميزين ومنورينا بهذه الجلسة المميزة مع بصمات مميزة بمجتمعنا وتشاركية وألوان كتير حلوة ومنزوجة وبتعطي طابع وإضافة لوجودنا بهيدا الاستديو بكل الإيجابية والمرح والتفاؤل. هلا بالختام مها، نحن بدنا نتوجه لعندكم سيداتنا الأفاضل برسالة بتحبوا توجهوها عبر منبرنا باستديو قناة أوكاريت. تفضلي، منبلش من عندك مدام ماريا. بوجه تحية للسيدات بالاستوديو، كل عام أنتم بخير، ولكل أمهات سورية ولا التلفزيون السوري، وإن شاء الله بترجع من الأمان على سوريا ونرجع نذكر الحياة الطيبة بشوارع وبسوريا كلها.
أنا بحب سوريا. نحن أكيد نحن بنوجه تحية لإلك وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وإن شاء الله بتشوفي أولادك بأعالي القمم. أهلا وسهلا فيكي. نعم. سيدة جلينا. كمان أنا بدي أعيد لكل الأم وبالخاص الأمهات شهداء اللي فقدوا أولادهم بهذا الحرب، وبعيد لكل النسوان وحتى الصبايا اللي بالمستقبل بدهم يصيروا كمان أمهات. وطبعاً العيد الكبير للكل السورية وللسيدات اللي موجودين وللكل. أهلا وسهلا فيك، نورتينا، ينعاد عليك بكل الخير. الله يسلمك دكتورة. بحب ذكر نفسي وذكر الأم السورية بأنه إطفاء صفة التأنيس على الأشياء العظيمة والكبيرة بهالكون مثل الشمس، الأرض، المجرة والنت مؤخراً. بيعبر عن قديش المهام المطلوبة منا كأمهات عظيمة، خاصة تجاه أمنا الكبيرة والأولى سوريا. فكل سنة وسوريا بألف خير والأمهات السوريات بخير، ونحن جاهزين ومستعدين لإعادة بناء وإعمار سوريا إن شاء الله. أكيد، ونحن ناطرين هذا الشيء وينعاد عليك بكل الخير. بوجه تحيتي لجميع أمهات الشهداء ولجميع أمهات سوريا بأكملها وأمهات فلسطين كاملة. بوجه تحيتي اللي من قلبها لأولادي اللي معيشيني أنا 10 نجوم الحمد لله رب العالمين، اللي أحسن تربيتهم والله يوفقهم ووفق سوريا للمجد والسؤدد لطول الحياة. آمين يا رب. يا رب آمين. الله يديم عليك الصحة والعافية يا رب. دكتورة. كل عام وسوريا وأمهات الشهداء أمهات الجرحى أمهات السوريات بألف خير. آمين. والله يعيد سوريا والله يرجع الأمن والأمان لسوريا إن شاء الله. آمين يا رب. شكرا على دعواتكم الصادقة وأكيد إن شاء الله رح تحققوا، كلنا ثقة بهيدا الشيء. أكيد. أنا أيضا بدي عايدكم جميعا كل عام وأنتم بألف خير. سيدة رغداء، شو حابة تقولي هيك رسالة لكل الأمهات بهاليوم المميز 21 آذار؟ طبعا هذا اليوم هو جميل مثل كل أيام السنة لكن له نكهة خاصة. أنا كأم طبعا فقدت بنتي بعمر مبكر، أشعر بقهر كل أم على ولدها اللي فقدته بهالظروف الصعبة. اعذروني شوي يعني تأثرت. أكيد احنا بنحترم مشاعرك. الله يخليك يا رب. المهم بكل الأحوال نحن سيدات سورية دائما لا نقف عند حد ولا نقف عند أزمة ولا نقف عند مصاب جلل نتعرض له. دائما ننظر للمستقبل، ننظر إلى الأمام بتفاؤل بإشراق بأمل إن شاء الله بيتحقق من خلال أبناء الأمهات ككل. أنا لا أقف عند أن ابنتي قد فقدتها بعمر مبكر، أعتبر كل أطفال سوريا هم أطفالي أبنائي. فأتوجه بالتحية لكل أم في سوريا وفي خارج سوريا أنجبت وربت تربية صحيحة، وإن شاء الله ينعاد على الجميع بالخير، على السيدات الفاضلات الموجودين معنا بالاستوديو ولكل سيدات سوريا كل عام وأنتم بخير، ولسيدات أمهات الشهداء إن شاء الله الرحمة لأبنائكم وطول العمر لكم. وعليك يا رب، نورتينا كنت اليوم. دكتورة منال، شو بتحبي تقولي رسالة لإلك لكل أمهات سوريا؟ أول شيء بهالمناسبة تحية لكل أمهات الشهداء والجرحى، لأمهات الأبطال، أبطال الجيش العربي السوري. بتعرفي شيء، بنحيي أمهات العالم كلهم والأمهات السوريات. تحية الأهم لأبطال الجيش العربي السوري، ضباط وصف ضباط وجنود، هن يعني بيمثلوا الأم، سوريا هي أم. وبدي حيي إدارة مشفى العسكري اللي إلى 4 سنين عم تشتغل متواصل، 24/24 عم تشتغل، وإدارة الخدمات الطبية، وتحية لروح أمي الطاهرة. الله يرحمها يا رب. أكيد. أهلا وسهلا فيكي سيدة منى. شو بتحبي تقولي هيك رسالة؟ كل عام وكل السيدات الموجودات بألف خير، كل عام وسوريا تضل بخير يا رب، هي أمنا الأولى والأخيرة. ينعاد عليك بكل. الله يا رب يرجع الأمن والأمان لإلها، بدنا هي تكون منيحة. كل عام وكل أم بخير يا رب. وأنتي بألف خير. أستاذة مي، رسالتك.
بحب أقول إنه كل أم تضل بخير إن شاء الله، وكل السيدات الموجودين معنا بخير، وسوريا بخير. آمين يا رب. أكيد ينعاد عليك بالخير. نور، شو بتحبي تقولي؟ كلمة، رسالة لأمك، لستك، ولكل أمهات سوريا. بحب أتشكرهم على كل شيء عم يقدموه، إن شاء الله بنقدر نرد لهم لو جزء بسيط من الشيء اللي قدموه، وإن شاء الله كل سنة بيضلوا فوق راسنا يا رب. أكيد إن شاء الله يا رب. آمين يا رب. رانيا، ست رانيا، أيضا رسالتك أنت بختام سهرتنا لليوم، شو بتحبي تقولي؟ أكيد بحب وبتمنى أني الأمومة نحتفل فيها كل يوم، كل إنسان يكتشف بداخله هالإحساس، هالنبع، لأنه نتحول لثقافة السلام بالآخر، إحساس بالآخر، مساعدته. لفتني كتير الاهتمام بالجرحى وأمهات الشهداء بحاجة لأنه نحتفل بالأمومة كل يوم ونخليها تفيق جواتنا. أكيد، وأنا أيضا بدوري بدي عيدكم كلكم، كنتم منورينا اليوم، وأنت كل عام بألف وأنت خير. بخير وأنت بألف خير، كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا، تسلمي يا رب. إن شاء الله. شكرا لكم، كنتم منورينا اليوم بهالسهرة اللطيفة. بوجودك يا حبيبتي، يعني انتهى الوقت غدير، نحن ما حسينا فيه فعلا، كانت سهرة وقعدة كتير حلوة بوجود هالأمهات السوريات العظيمات اللي كانوا معنا، اللي فعلا عم بيقدموا وعم بيقدموا للمجتمع وللوطن. نحن بهيدي السهرة الخاصة بعيد الأم كان معنا عبارة عن نموذج من المجتمع السوري المميز ولكن مصغر ببصمات سورية، سيدات سورية. أكيد بدي أرجع عايد عليكم من جديد بهذا اليوم، وإن شاء الله بتشوفوا أولادكم بكل التميز والنجاح، وبتضل عندكم الصحة والعافية تاج على رؤوسكم. وأكيد بدي عايدك مها بهذا اليوم المميز، وبدي وجه عيدية أكيد لوالدتي الغالية، وكل عام وهي بألف خير، وكل أمهات سوريا بألف خير، والتحية الأكبر لأمهات الشهداء، وأيضا تحية العظمى لحماة الديار أكيد صانعي المجد والكرامة. مشوارنا أكيد رح يخلص معكم مها، وخلي التحية لك الأخيرة أكيد. نعم أكيد، أنا مشاهدينا بدي أتشكر متابعتكم لنا، إن شاء الله تكون هيدي السهرة كانت خفيفة على قلوبكم، وقدرنا فعلا نوصل هيك ولو رسالة بسيطة لكل الأمهات، سواء من رسالة من الموجودين معنا أو رسالة حتى منا. بدي أتشكر متابعتكم لنا، إن شاء الله يا رب كل أمهات سوريا بألف خير، وسوريا أمنا الكبيرة تبقى بألف خير. شكرا لكم، إلى اللقاء. أكيد نحن حنختم بصوتك أستاذ وسام. ختامه مسك مع الأستاذ وسام مراد. زي القمر يبعت نوره من بعيد لبعيد، زي القمر قبل ظهوره يحسب المواعيد. زي القمر يبعت نوره يوم عن يوم جماله بيزيد، ولما يكمل بظهوره تحسبه المواعيد. او الليلة عيد يا عيني عالدنيا سعيد يا سيدي. دي الليلة عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد عيد عالدنيا سعيد، الليلة عيد عالدنيا سعيد، عز وتمجيد لك يا سوريا. شكرا. سراج المعاد ينطر ويا أمي يا سوريا، ودمعاتك خبيها لما بتعطل.